الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الصبر لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، لازلنا نتابع بقلوبنا وأعصابنا ما يجري في العراق الشقيق، من دماء تسفك ومن حرمات تهتك ومن منشآت تدمر ومن كوارث تحدث لأفراد وأسر وجماعات، يقتل فيها الكثيرون بغير حق. وسبب هذا كله أيها الإخوة هو الاحتلال الظالم الذي احتل العراق دون ذنب، نتيجة أكذوبة كبرى أنه يملك أسلحة دمار شامل، ثم تبين أن هذه أكذوبة واعتذر عنها حتى الأمريكان أنفسهم. الاحتلال هو سبب المظالم والمآثم والمآسي التي تحدث في العراق كل صبيحة وكل مساء في كل يوم منذ دخل الاحتلال إلى اليوم. وإنا لننتظر يوما يخرج فيه هذا الاحتلال ويولي الأدبار ويعود إلى دياره ويترك العراقيين لأنفسهم يحلون مشكلاتهم بأنفسهم كما كانوا يفعلون من قبل. لقد كان العراق رغم اختلافاته في الناحية العرقية والناحية المذهبية والناحية الدينية، كان العراق مع هذا كله شعبا واحدا وبلدا واحدا، لم يكن يفرق بينهم بين بعضهم وبعض شيء من هذا. كان هناك اختلاف ديني مسلم ومسيحي، اختلاف عرقي كردي وتركي وعربي، اختلاف مذهبي سني وشيعي، ولكن مع هذا كله عاش العراقيون إخوة بعضهم مع بعض. الشيعة والسنة يشتركون كثيرا في الأنساب العشيرة الواحدة، فيها سنيون وشيعيون، ويشتركون في الجوار، السني بجواره الشيعي والشيعي بجواره السني، يتجاوران في أحياء واحدة، ويشتركون في المصاهرة، السني يتزود من الشيعية والشيعي يتزود من السنية، ويشتركون في الأعمال والتجارات وفي كل شيء. الحياة مختلطة ممتزجة بعضها ببعض، هكذا عاش العراقيون قبل هذا الاحتلال. فلما جاء الاحتلال فرقهم بعضهم عن بعض، وأصبح بعضهم يقاتل بعضا، وأصبح بعض الناس يقتلون بالهوية بالاسم، إذا كان اسم يدل على مذهبه قتل. أصبح هناك مجازر تقع لبعض الناس. ما هذا الذي يحدث؟ هذا أمر لا يجوز. نريد من العراقيين المسلمين خاصة أن يكف بعضهم عن دماء بعض. إن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أوصى الأمة، قال لجرير بن عبد الله: استنصت لي الناس فللناس يسكتوا حتى أبلغهم الرسالة. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يضرب بعضنا رقاب، هذا أمر لا يجوز. وأنا أحمل الإخوة الشيعة المسؤولية أكثر من السنة، لأنهم هم الذين بيدهم الجيش وبيدهم الشرطة وقوات الأمن وبيدهم السلطة والوزارات، ويملكون ما لا يملك السنة. لا يجوز لهم أن يستغلوا هذا ليقتلوا من إخوانهم ما يقتلون. نريد من علماء الشيعة الكبار، من آيات الله، من المراجع الشيعية، من المرجع الكبير سيد علي السيستاني آية الله العظمى، نريد من شيوخ الحوزة
أن يصدروا فتواهم بتحريم قتل المسلم للمسلم، بتحريم قتل السنة. أهل السنة أصدروا فتاوى من هذا النوع، ولكننا لم نرى الإخوة الشيعة، لم نرى علماءهم، لم نرى آياتهم وملاليهم، لم نراهم يصدرون مثل هذه الفتوى. نريدهم أن يصدروا فتاوى صريحة تحرم اقتتال المسلم بالمسلم، قتل المسلم للمسلم، قتله على الهوية أو لسه. لا يجوز هذا في بلد واحد وفي وطن واحد وفي شعب واحد أبدا. وهنا أيضا أمر مهم يجري في القريب، في 15 ديسمبر، انتخابات برلمانية، انتخاب أعضاء البرلمان الجديد. أهل السنة فيما مضى قاطعوا الانتخابات لأنهم كان عليهم عبء مقاومة الاحتلال، وكانت ظروفهم تمنعهم، الأمن غير مستتب، والأشياء كثيرة كانت تمنعهم. الآن أدعو أهل السنة إلى أن يشاركوا بقوة في الانتخابات القادمة بالترشيح والتصويت. وقد أفتاهم البعض أن الانتخابات في ظل الاحتلال الأمريكي حرام، وأنا أقول لا، الضرورة تجيز هذا، وخصوصا أنه يظهر أن الاحتلال لن يتدخل في هذه الانتخابات. إذا كانت انتخابات حرة نزيهة فلنخضها ولا نبقى متفردين ثم تقسم الكعكة على من دخلوا الانتخابات، ونظل نحن نبحث أو نقاتل وتحدث حرب أهلية وتحدث دماء. لماذا؟ أنا أقول لإخوتي من أهل السنة في العراق، ادخلوا هذه الانتخابات بقوة، رشحوا من ترونه الأفضل، واختاروا من ترونه الأصلح، اختاروا القوي الأمين. إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي القادر على أن يمثلكم، والأمين الذي يخشى الله، الذي عنده أخلاق وأمانة ودين. اختاروا القوي الأمين الحفيظ العليم، ادخلوا هذه الانتخابات، أقيموا الشهادة لله. الانتخاب شهادة، الذي يصوت في الانتخاب يشهد، يقول هذا يصلح وهذا لا يصلح، انت بتشهد. وما دام شهادة لله لا تبغي بها مالا ولا جزاء ولا شكورا من احد. الله تعالى يقول واقيموا الشهادة لله، ادي صوتك لله للحق، انصر الحق. هنا اقيموا الشهادة، والله تعالى يقول ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. اذا كان عندك شهادة تحملتها ودعيت لأداء الشهادة لا تأبى حضور عند القاضي، لأن إذا لم تحضر ربما ضاع حق لإنسان، وهذا الحق ربما كان بضع دراهم أو دنانير، فكيف بحق أمة وكيان أمة ومستقبل شعب؟ ولذلك أقول للإخوة أقيموا الشهادات، اشهدوا، اشهدوا بالحق، اشهدوا للإنسان الصالح، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ إذا كتمت هذه الشهادة وتركت الساحة سينتخب غيرك من لا يستحق، سيشهد كثير من الناس شهادة الزور. في الانتخابات نرى هناك شهود الزور، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عدلت شهادة الزور الإشراك بالله تعالى. جمع شهادة الزور مع الشرك، قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. أدعو إخواني في العراق وخصوصا أهل السنة أن يصوتوا، أن يذهبوا بكثافة إلى صناديق الانتخاب، وأن يختاروا القوي الأمين الأصلح لتمثيل الأمة، وأن يرشحوا أنفسهم. ليس في ذلك حرام، لو كان حراما فإن الضرورة، الضرورات تبيح المحظورات. هناك أحكام في حالة السعة والاختيار، وأحكام في حالة الضيق والاضطرار. نحن في ساعات حرج واضطرار، نريد من إخوتنا، وهذا لا ينافي أن يكون هناك من يقاوم الاحتلال. أهل الاحتلال، أهل الجهاد يقاوموا الجهاد، وأنا أعني بالجهاد الجهاد الذي يقاوم الاحتلال الأمريكي وجنود الاحتلال،
لا الذين يقتلون المدنيين والذين يخطفون البراء. أرى المقاومة الشريفة من حقها أن تقاوم، ولكن هذا يعمل في جانب وهذا يعمل في جانب. رأينا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق يقف بحراسه ورجاله لحفظ الخندق من ناحية، حراسة الخندق وحراسة المدينة، ويفاوض غطفان من ناحية أخرى. هذه نقرة وهذه نقرة، لا بد أن نعمل في كل جانب. أدعو إخوتي من أهل السنة في العراق أن يذهبوا لصناديق الانتخاب وأن ينتخبوا القوي الأمين، لعلهم في ذلك يتيحون لأنفسهم أن يعوضوا ما فاتهم من قبل، أن يكون لهم حظهم الذي يكافئ عددهم ونسبتهم وتاريخهم، يكافئ يكون حظهم في الجيش وحظهم في الشرطة وحظهم في الوزارات وحظهم في المحافظات. ومن ناحية أخرى يحاولون أن يعدلوا الدستور، وقد وعد الانتخابات السابقة أنهم يعدلون الدستور بعد هذه الانتخابات القادمة. دستور فيه أشياء يعترض عليها أهل السنة، مثل التوسع في الفيدراليات وتقسيم الثروات وبعض أشياء. هذه فرصة لتقولوا رأيكم وتعدلوا هذا الدستور. أنا أدعو إخواني أن يخوضوا المعركة السياسية، لا نتخلى عن الجانب السياسي. وأدعو إخواني من هيئة العلماء المسلمين وعلى رأسهم أخونا الفاضل الشيخ حارس الضاري وإخوانه، أدعوهم ألا يتعصبوا في هذا الأمر، وأن ينظروا للأمر من وجوه المتعددة، وأن يحاولوا أن يستفيدوا من هذه الفرصة، حتى لا يقول الآخرون أعطيناهم الفرصة ولكنهم رفضوها. لا نريد أن يقال ذلك، نريد أن نستفيد من هذه الفرصة ونصر على أن نأخذ حقنا وألا يفوت الأمر علينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بصائر إخواننا، وأن يجعل يوم العراق خيرا من أمسه، وأن يجعل غده خيرا من يومه، وأن يقيه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يقيه شر الفرقة وشر العنصرية، وأن يقيه وساوس الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن وشياطين الأمريكان وشياطين غيرهم. أسأل الله أن يحفظ عليه وحدته، وأن يرد عليه وحدته وتماسكه، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا،